طيب الله صباحكم بالخير مشاهدينا الاكارم نشره اخباريه مفصله تاتيكم من قناه العراقيه الاخباريه نبداها بابرز العناوين الكيان الصهيوني يواصل حربه على قطاع غزة وصحة الفلسطينية تعلن استشهاد 413 فلسطينيا حتى الآن المقاومة الفلسطينية تفرض سيطرتها على عدد من المستوطنات وحزب الله اللبناني يستهدف مواقع عسكرية تابعة للاحتلال السودانية ترأس اجتماعا لمناقشة تنويع مصادر الغاز ويصدر توجيها بخصوص مشروع ميناء الفاو الحبس المشدد لمديرة مصر في سابقة بتهمة التسبب بالإضرار العام أو بالإضرار بالمال العام بمبلغ قارب المليارين والأربعمائة مليون دينار وفي أفغانستان ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى ألفي قتيل وأكثر من تسعة آلاف إصابة اهلا بكم الى تفصيلات النشره اكد رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني والعاهل الاردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين ضروره التحرك لايقاف الانتهاكات في الاراضي الفلسطينيه وفي اتصال هاتفي شدد الجانبان على اهميه وحده الموقف العربي والاسلامي والتحرك العاجل لايقاف التصعيد والعمل المشترك لايقاف الانتهاكات المستمره التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني والتي كانت السبب الاساسي في توتر الاوضاع بالاراضي الفلسطينيه مشددين على ضروره الالتزام بالقرارات الدوليه التي تم تجاهلها من قبل الكيان الصهيوني ومواصله الجهود الاقليميه والدوليه نحو استرداد الحقوق المشروعه للشعب الفلسطيني وقيام دولته المستقله وعاصمتها القدس اكد وزير الخارجيه فؤاد حسين موقف العراق الثابت شعبا وحكومه تجاه القضيه الفلسطينيه ووقوفه الى جانب الشعب الفلسطيني في تحقيق تطلعاته ونيل حقوقه المشروعه وأثناء تلقيه اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني أمير حسين عبد اللهيان أشار إلى أن العمليات التي يقوم بها الشعب الفلسطيني هي نتيجة طبيعية للقمع الممنهج الذي يتعرض له منذ عهود مضت على يد سلطة الاحتلال الصهيوني داعيا المجتمع الدولي الى التحرك لوضع حد للانتهاكات الخطيره واعاده الحقوق المشروعه للشعب الفلسطيني الذي ما زال يعاني الاحتلال وسياسات التمييز العنصري والحصار والتجاوز على المقدسات وانتهاك القيم والمبادئ الانسانيه. وفي وقت تداعت فيه المواقف الدوليه وتسترت بالدعوه الى التهدئه. جاء موقف العراق ثابتا وحاسما وهو يجدد الوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني. بيانات العراق الرسميه وغير الرسميه حملت الكيان الصهيوني المسؤوليه كامله ودعت الى وحده الصف العربي والاسلامي مذكره بمركزيه القضيه الفلسطينيه واهميتها. ترحيب سياسي واسع بموقف العراق الرسمي تجاه القضيه الفلسطينيه ووقوفه الى جانب الشعب الفلسطيني في تحقيق تطلعاته ونيل حقوقه المشروعه. دعوه الحكومه لجامعه الدول العربيه الى الانعقاد بشكل عاجل لبحث تطورات الاوضاع الخطيره في الاراضي الفلسطينيه نتيجه القمع الممنهج الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني على يد الاحتلال الصهيوني حظيت بتاييد اغلب القوى السياسيه الفاعله الموقف العراقي العام سواء كان الحكومه من رئاسه الجمهوريه رئاسه الوزراء واكثر زعماء الاحزاب الموجوده داخل الحكومه كانوا مؤيده ومناصره للعمل الفلسطيني لان شان عربي صرف شان اسلامي صرف انا اطالب ليس فقط القمه العربيه حتى القمه الاسلاميه على ان يكون هناك مؤتمر سريع لدعم الشعب الفلسطيني والضغط على الامم المتحده والضغط على الدول المؤثره على ايجاد حلول سياسات التمييز العنصري والحصار والتجاوز على المقدسات وانتهاك القيم والمبادئ الانسانيه التي ينتهجها الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني لا تنتج سلاما مستداما وفق مراقبين طالبوا المجتمع الدولي بالتحرك لوقف هذه الاستفزازات والاعتداءات وحمايه المدنيين كلا يكون هنالك اراقه لدماء الابرياء الموجودين الان اللي الان القوات الصهيونيه بشكل كبير من خلال ماكينتها العسكريه. ايضا طالبنا بان يكون هنالك تدخل دولي في قضيه حل الامر ما بين الفلسطينيين والاسرائيليين. وهنالك رؤى كثيره حقيقه رؤى دوليه ايضا بهذا الاتجاه من البرازيل صدرت ومن دول اخرى تطالب مجلس الامن بالانعقاد فورا من اجل حل حاله القضيه. وبعد الاتصال الهاتفي بين رئيس الوزراء والرئيس المصري وتاكيدهما على اهميه وحده الموقف العربي والاسلامي ازاء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني يتوقع مراقبون عقد اجتماع طارئ لمجلس جامعه الدول العربيه على المستوى الوزاري خلال الساعات المقبله احمد عرام العراقيه الاخباريه بغداد هذا وطلبت فلسطين عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعه العربيه لبحث العدوان الصهيوني على قطاع غزه. وقال مندوب فلسطين الدائم لدى الجامعه مهند العقلوق ان الاجتماع يهدف الى بحث سبل التحرك السياسي على المستويين العربي والدولي لوقف العدوان ومساءله مرتكبيه وتوفير الحمايه الدوليه للشعب الفلسطيني. بدوره دعا المندوب الفلسطيني لدى الامم المتحده رياض منصور الى انهاء العنف والحصار على غزه فورا مؤكدا ان الطريق الى السلام لا يتم عبر ممارسه الاحتلال الصهيوني مزيدا من القمع تجاه الفلسطينيين. من المتوقع بان الحصار والهجوم من لم يحقق اي شيء الامر الوحيد الذي قاموا بتحقيقه هو تسبيب المعاناه الكبيره على شعب كامل لقد ان الاوان من اجل انهاء فوري للعنف ولسفك الدماء وقد ان الاوان من اجل انهاء هذا الحصار ومن اجل فتح افاق سياسيه نحن لسنا اقل بشريه ولن نتقبل ابدا خطابا ينتهك انسانيتنا و وينتهك حقوقنا، إذا كان الأمر يتعلق بالسلام، فالطريق إلى السلام هي ليست عبر المزيد من ممارسة القمع والاحتلال، وإنما عبر إنهاء هذا. في اليوم الثاني من عملية طوفان الأقصى، واصلت المقاومة الفلسطينية إطلاق رشقات صاروخية جديدة من غزة على مستوطنات في الأراضي المحتلة. كتائب القسام قالت إنها وجهت ضربة كبيرة لمستوطنة استديورات بمئة صاروخ ردا على استهداف البيوت الآمنة فضلا عن قصف مستوطنات غلاف غزة بقذائف صاروخية فيما قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إنها استهدفت موقع نحال عوز بدفعة صاروخية ومع استمرار عملية المقاومة الفلسطينية أعلنت سلطات الاحتلال ارتفاع عدد قتلاها إلى 700 قتيل وبحسب المصادر ذاتها فإن العمليات المستمرة للمقاومة الفلسطينية داخل الأراضي المحتلة أسفرت عن إصابة أكثر من 2150 مستوطنا بينهم المئات في حالات خطرة فيما أشارت سلطة الاحتلال إلى وجود نحو 100 صهيوني لدى حركة حماس مقابل ذلك تكثف قوات الاحتلال الصهيوني عدوانها الجوي على الاحياء والمباني السكنيه والمساجد والاراضي الزراعيه في غزه ما اسفر عن استشهاد 413 مواطنا الصحه الفلسطينيه اوضحت ان من بين الشهداء 78 طفلا و41 امراه مضيفه ان العمليه الصهيونيه ادت ايضا الى اصابه 2300 جريح وأشارت الصحة الفلسطينية إلى نزوح قرابة الثلاثة أو الثلاثة ألف مواطن من محل سكناهم بالقرب من حدود غزة مؤكدة هدم ثلاثة عشر مبنى سكنيا بشكل كامل على يد الاحتلال من جهته أكد المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القنوع أن قصف المدنيين والأبراج السكنية في غزة من قبل الاحتلال دليل على حالة التخبط والهستيريا التي يعيشها مضيفا في تصريح للعراقية الإخبارية أن الاحتلال فقد صوابه جراء الخسائر التي تلقاها من قبل المقاومة. ضرب المدنيين و ضرب وقصف الأبراج السكنية لا يعبر إلا عن أمرين الأمر الأول أن الاحتلال وقادته يعيشون في حالة من التخبط والهستيريا وأن الاحتلال فقد صوابه جراء الفاتورة التي دفعها وجراء الخسائر التي ارتكبها في بسبب ضربات المقاومة وسبب الإغارة على مواقع قطعان المستوطنين والمستوطنات المحاذية لقطاع غزة الاحتلال فقد صوابه وبالتالي لم يتمكن من إدارة المعركة مع المقاومة الفلسطينية وفشل في ذلك وخسر في ذلك بشهادة المنظومة الأمنية الاستخباراتية وقاتل الاحتلال هناك أيضا الأمر الثاني أن الاحتلال الصهيوني يأخذ ضوءا أخضرا من المجتمع الدولي على أن المجتمع الدولي يقف موقف العاجز والصامت على ردع الاحتلال لذلك كانت المقاومة الفلسطينية فجرت معركة طوفان الأقصى لتضع حد لهذه الحكومة اليمينية الفاشية المتطرفة لتضع لها حدا وتوقف التغول على شعبنا الفلسطيني إذا ما تمد الاحتلال الصهيوني بتطرفه وعدواني على شعب واستهداف المدنيين وقصف الأبراج السكنية المقاومة ستضاعف من ضرباتها وستزدد من ومشتقاتها والمقاومة الفلسطينية قادرة على تدفيع الاحتلال ثمنا باهظا ومضاعفا على جرائمه في مصر أقدم عنصر أمني مصري على قتل سائحين إسرائيليين ومرشدهما المصري في مدينة الإسكندرية مصادر أمنية مصرية قالت إن أحد أفراد الشرطة أطلق النار من سلاحه الشخصي على وفد سياحي بشكل عشوائي ما أسفر عن مقتل السائحين ومرشدهما مؤكده القبض على الشرطي فيما اعلن محامون مصريون التطوع للدفاع عن الشرطي. وفي السياق ذاته اعلن حزب الله اللبناني انه استهدف مواقع تابعه للاحتلال الاسرائيلي بمنطقه حدوديه متنازع عليها في لبنان وذلك عبر قذائف المدفعيه والصواريخ الموجهه. بيان لحزب الله كشف عن الهجوم على ثلاثه مواقع للاحتلال الصهيوني في منطقه مزارع شعبه التابعه او اللبنانيه المحتله باعداد كبيره من القذائف المدفعيه والصواريخ مضيفا ان العمليه جاءت تضامنا مع الهجوم الجوي والبحري والبري الواسع النطاق الذي اطلقته حركه حماس مع مرور 24 ساعة على عملية طوفان الأقصى، المقاومة اللبنانية تشن هجوما صاروخيا من هذه المناطق الحدودية على ثلاثة مواقع تابعة للعدو الإسرائيلي في خطوة تحمل رسالة دعم واضحة للمقاومة الفلسطينية. شهدت الحدود اللبنانيه الجنوبيه توترا مع دخول المقاومه الاسلاميه على خط معركه طوفان الاقصى عبر اطلاقها قذائف وصواريخ على مواقع للاحتلال في منطقه مزارع شبعه مما ادى الى قصف اسرائيلي، اعتبر بمثابه رد على القصف من الجانب اللبناني. لقد ارسلت المقاومه الاسلاميه صباح اليوم رساله تحيه تحية وشكر وتقدير. قلوبنا معكم، عقولنا معكم، أرواحنا معكم، تاريخنا وبنادقنا وصواريخنا معكم، وكل ما عندنا معكم، لأننا نحن المقاومة التي وجدت في الأصل من أجلكم. وزارة الخارجية اللبنانية حملت مسؤولية التطورات الميدانية للعدو الإسرائيلي فيما أبدت قوى سياسية دعمها المطلق للمقاومة الفلسطينية نقول للمقاومة الفلسطيني أنت لسه وحدك الجميع يقف خلفك قولا وفعلا اليد على الزناد وإن احتاج المقاومة في فلسطين أن نذهب كلنا كل الشرفاء هذه الأمة ومقاومي هذه الأمة للالتحام جنبا إلى جنب مع مقاومة فلسطين بمواجهة العدو الإسرائيلي نحن جاهزون حزب الله لفت في بيان إلى أن الهجوم يأتي تضامنا مع الشعب الفلسطيني فهل يقف الحزب عند هذا الحد أم من المحتمل دخوله على خط المعركة؟ أنا يعني باعتقادي الحزب الله لن يقف عند هذا الحد لو كان يريد أن يقف لما أقدم على هذه الخطوة العملانية باتجاه صواريخ باتجاه مزارع شبعة أو كفر شوبة هو يريد أن يقول لناتنياهو إذا أردت أن توسع المعركة فنحن لها وبالتالي هو القرار عند ناتنياهو الإدارة الأمريكية أهالي المناطق الحدودية من اللبنانيين يدعمون خيار المقاومة بوجه العدو الإسرائيلي نحن من منشد عائدهم لأنه لو ما نحن قتلنا وجهدنا هون بالجنوب وكان عندنا ناس قدمت تضحيات وقدمت شهداء ما كان هذا البلد أتحرر ما انتم كنتوا واقفين هون ولا نحن كنا واقفين هون هيدي الارض النا واللي قاعد بارضه ما بيخاف وبدافع عنا تيموت باذن الله قلبنا قوي ونساند المقاومه اللبنانيه وفلسطينيه وما كان في مقاومه نحن بنساندها ونوقف معها ونحترمها وبنأيدها باذن الله من بلدة كفرشوبة الحدودية سالي قرفلي العراقية الإخبارية السوداني يترأس اجتماع لمناقشه تنويع مصادر الغاز ويصدر توجيها بخصوص مشروع ميناء الفاو. اهلا بكم من جديد وجه رئيس الوزراء محمد الشيعه السوداني باستكمال متطلبات مشروع الشبكه الذكيه لجبايه فواتير الكهرباء. ليتسنى عرضه في جلسات مجلس الوزراء المقبله واتخاذ قرار بتنفيذه وعلى مراحل في عموم المحافظات في العراق. رئيس الوزراء اثناء تراسه اجتماعا لمناقشه خطوات تنفيذ المشروع اطلع على تقرير مفصل يتضمن رؤيه وزاره الكهرباء حول اليات عمل شبكة الذكيه التي تعتمد تقنيات الاتصالات الحديثه لجمع المعلومات عن معدلات الاستهلاك. فيما أشار إلى فعالية المشروع في تطوير قطاع الكهرباء وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين وكان رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني قد ترأس اجتماعا ضم وزيرة الاتصالات والرئيس التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات لمناقشة الخدمات التي تقدمها هاتان المؤسستان وسبل تطوير قطاع الاتصالات وأبرز العقبات التي تعترض عملها وازاله كل ما يؤثر في تقديم الخدمات للمواطنين. الاجتماع وبحسب بيان رسمي بحث دراسه وضع الخطط لتحقيق الاستفاده القصوى من هذا القطاع لما يمثله من مصدر مالي مهم يسهم في تعظيم الواردات التي توظفها الحكومه في تطبيق اولويات برامجها. تراس رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني اجتماعا لبحث الخطوات المتخذه لتنويع مصادر الغاز المشغل لمحطات الكهرباء في العراق. الاجتماع ناقش تقرير الوفد الذي زار دوله قطر مؤخرا برئاسه وكيل وزير الكهرباء. فيما خلص الى الاتفاق على انشاء منظومه ثابته لمعالجه الغاز المستورد في ميناء الفاو تنفذها وزاره النفط ضمن الموازنه. هذا ووجه رئيس الوزراء باستكمال النقاشات مع الاستشاري الايطالي الخاص بميناء الفاو لتحديد موقع هذا المشروع المهم ضمن مساحه الميناء. ياتي ذلك في وقت تعمل فيه الحكومه على تنفيذ مفردات برامجها الوزاريه بتحقيق الاستقرار الامن في الطاقه الكهربائيه عبر تنويع مصادر توريد الغاز من دول عديده لحين اكمال استثمار حقول الغاز. الجديدة قطاع الطاقة في العراق الفريق الحكومي يوسع خياراته لإمداده بالغاز تركمانستان تدخل موردا رئيسا لمحطات الكهرباء في عموم البلاد الاتفاق مع تركمانستان جاء بالتوازي مع خطط رئاسة الوزراء لاستثمار فاعل للغاز المصاحب والحر استقرار شبكة الكهرباء هدف محوري في أجندة مؤسسات الدولة غاز تركمانستان والغاز القطري من الممكن ان تكون بدائل ناجحه لعمليه توليد الكهرباء من خلال المحطات العراقيه ريثما تنجز الشركات الاجنبيه العامله الان في استثمار غاز المصاحب والغاز المسال لان يكون لدينا استقلال لامن الطاقه الخامس والعشرون من الشهر الحالي عقود امداد الغاز ستدخل حيز التنفيذ بعد وصول وفد عراقي الى العاصمه التركمانستانيه. عمليه التنقيب عن الغاز تستلزم يعني اقصر وقت اللي هو في غرب العراق تقريبا يحتاج الى مده خمس سنوات، فهذه الخمس سنوات وست سنوات وسبع سنوات من مصادر او من حقول متنوعه، هذا يتطلب بدوره انه العراق يلجا الى بديل اني او حالي، فذهب باتجاه دوله تركمانستان لتوريد هذا الغاز. تنويع مصادر استيراد الغاز استراتيجيه تعتمدها القياده العراقيه لضمان تطبيق خطه وزاره الكهرباء المتضمنه تدفقا متصاعدا للطاقه يتناسب مع حجم المشاريع الاسكانيه والصناعيه المتوقع انجازها. حزم الشرع العراقيه الاخباريه بغداد في حي الميكانيك بمنطقه دورا يواصل فريق الجهد الخدمي والهندسي اعمال تطوير الخدمات وازاله التعرضات والتجاوزات تحضيرا لاكساء الشوارع قبل هطول الامطار الاهالي هناك طالبوا الجهد الخدمي ببناء مراكز صحيه ومدارس لافتقار مناطقهم اليها في هذه الازقه الضيقه من محلات 836 و826 و840 بمنطقه الميكانيك الزراعيه في الدوره جنوبي العاصمه بغداد تعمل اليات فريق الجهد الخدمي والهندسي على رفع التجاوزات وازاله التعارضات وتسويه وفتح الطرق الرئيسيه والجانبيه استعدادا للمضي باتمام اعمال الاكساء وصب القالب الجانبي. اعمال تاهيل البنى التحتيه وكذلك اعمال الطرق باشر الفريق بوتيره متصاعده نتامل ان تنجز هذه الاعمال قبل فصل الشتاء وكذلك هناك منطقه اخرى جهه التنفيذ هي بلديه الدوره هذه المناطق مكتظه بالسكان وهي مناطق بصراحه زراعيه. نخدم الان فتح بوكسات ترابيه اعمال تهيئه الارض اعمال فرش السبيس تمهيدا لاعمال التبليط وقبلها اعمال مد الشبكه للمناطق اللي غير متواجده بها شبكه المجاري قسم من عندها مخدومه من قبل الاهالي وقسم من عندها احنا راح نخدمها ان شاء الله مواطنون من ابناء تلك المناطق الزراعيه طالبوا باكمال الاعمال قبل دخول موسم الامطار فضلا عن تجهيز هذه المناطق الزراعية بالأبنية التربوية والمراكز الصحية بعد أن أصبحت مأهولة بالسكان وذلك لحاجتهم إليها فيما أكدت الدوائر الهندسية القائمة على إتمام المشاريع ربط شبكات الصرف الصحي بالخطوط الرئيسية وإنشاء محطات سحب المياه نريد احنا الجهد الخدمي اللي هم بالفرع قبلنا واللي بعده بدوا بكساءه بس أريد هذا الشارع ان شاء الله واللي بعده واللي بعده واحنا يعني شلون نقول نريد مركز صحي للمنطقه لان المركز الصحي بهاي المنطقه ماكو ما متواجد احنا المنطقه منكوبه الكل يعرف هنا بالمنطقه ماكو خدمات بس هسه الحمد لله جهد الهندسي ده يشتغل وبصوره صحيحه ونتامل خير ان شاء الله هذه المناطق التي كانت تصنف معدومه وغير مخدومه يجري العمل فيها على ايصال الخدمات وعلى كافه المستويات، اذ يؤكد فريق الجهد الخدمي والهندسي اتمام العمل في هذه المناطق الزراعيه والعشوائيه للوصول الى اخر نقطه فيها. من منطقه حي اسيا الزراعيه في الدوره ببغداد، زيد الطائي قناه العراقيه الاخباريه. وفي محافظة نينوى يتواصل العمل بمشروع الجسر السادس وتحقيق نسب إنجاز مرتفعة إذ يعد الجسر من المشاريع الإستراتيجية في المحافظة والذي يربط جانبي مدينة الموصل. مشروع الجسر السادس ومقترباته في مدينة الموصل من المشاريع الإستراتيجية والحيوية التي تسير الأعمال فيها بوتيرة متصاعدة وعلى مدار الساعة المشروع يعد ضمن الطريق الحولي للمدينه والذي سيخفف من الزخم المروري ويسهل التحول بين جانبي المدينه الايمن والايسر. المشاريع المهمه في مدينه الموصل سوف يكون الطريق الحولي الذي يربط منطقه القبه في الجانب الايسر ومنطقه الحليله في الجانب الايمن. المشروع يكون ضمن المواصفات القياسيه العراقيه وبمتابعه مستمره. والعمل مستمر ليلا ونهارا الأعمال في المشروع تتضمن صب ركائز وأعمدة الجسر بالإضافة إلى مقترباته بمواصفات وجودة عالية حسب متطلبات العمل العمل يعني قائم بوتيرة متصاعدة يعتبر 24 ساعة عمل كل أعمال في وقت واحد من ركائز وقواعد واعمده وكروز بيم وفي نفس الوقت الجردلات يعني وصلنا بنسبه تنفيذ فيها 25% جردلات وحدها وبالنسبه للجسر كمجمل وصل لنسبه الانجاز فيه في 30% احنا في المرحله الاولى بلشنا بمقتربات الجسر السادس بطول 8 كيلو 200 وطول الجسر الجسر السادس الذي يعبر نهر دجله طوله 660 متر حاليا نسبة الإنجاز بالنسبة للطبقات الترابية وصلنا لنسبة إنجاز حوالي 60% استمرار الأعمال في هذا المشروع الحيوي يأتي ضمن توجهات الحكومة الاتحادية في تنفيذ مشاريع استراتيجية في قطاع الطرق للإسهام في ضمان إنسيابية التنقل بين المناطق المختلفة من محافظة نينوى نور فاضل العراقية الإخبارية الحبس المشدد لمديرة مصرف سابقة بتهمة التسبب بالإضرار بالمال العام بمبلغ قارب المليارين والأربعمائة مليون دينار. أعلنت هيئة النزاهة صدور حكم بالحبس الشديد بحق مديرة أو مديرة سابقة للمصرف الزراعي التعاوني جراء إضرارها عمدا بالمال العام النزاهة أوضحت أن المدانة وافقت على صرف قرض بمبلغ مليار وخمسمائة مليون دينار بضمانة عقارية مزورة وأشارت إلى أن مقدار الضرر الذي لحق بالمال العام بلغ مليارين وثلاثمائة وخمسة وتسعين مليون دينار وفي عملية ثانية أعلنت هيئة النزاهة تفكيك شبكة تمارس أعمال التعيين ونقل وبيع مناصب لموظفين في مؤسسات الدولة لقاء مبالغ مالية وأشارت الهيئة إلى القبض على متهم متلبس بالجرم المشهود أثناء تلقيه الرشوة وضبط نجل المتهم الذي تسلم إحدى دفعات المبلغ وأضافت النزاهة أنها ضبطت ثلاثة هويات بينها اثنتان مزورتان ينتحل فيها المتهم صفات معاون او صفات معاون مدير لاحدى الوكالات الاخباريه ونائب الامين العام لاحدى الكتل السياسيه. وفي صلاح الدين اشارت الهيئه العليا لمكافحه الفساد الى صدور امر استخدام بحق المدير العام للصحه السابق بتهمه الكسب غير المشروع. تجاوز حجم التضخم في امواله التسعه مليارات دينار. الهيئه اوضحت انه سبق وتم امهال المتهم لبيان مشروعيه امواله اذ قدم بوساطه وكلائه جمله لوائح قانونيه تم ارسالها الى دائره الوقايه التي اعدت التقرير الفني الذي اشار الى وجود تضخم في امواله لافته الى ورود كتب من وزاره الماليه لغرض مفاتحه الجهات ذات العلاقه للحجز على امواله أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تحديد الحادي والعشرين من الشهر الحالي موعدا لإجراء قرعة موظفي الاقتراع الألكترونية المفوضية قالت أيضا إنها وجهت دعوات إلى 93 جهة من المنظمات الدولية والهيئات والبعثات الدبلوماسية لغرض اعتمادها في المكتب الوطني حصرا هذا ووصلت المفوضيه العليا المستقله للانتخابات الى المراحل الاخيره من استعداداتها للانتخابات المحليه المقبله، اذ ستباشر باجراء الهرم التدريبي لموظفي الاقتراع في كل المحافظات حول اليات التصويت والعد والفرز والتعامل مع الاجهزه الالكترونيه. المفوضيه تصادق على الهرم التدريبي لاجراءات الاقتراع وهي المحطه الاخيره التي تسبق العمليه الانتخابيه. وتحدد الحادية والعشرين من الشهر الحالي موعدا لإجراء قرعة اختيار أكثر من 250 ألف موظف ليوم الاقتراع تمت المصادقة على إجراء الاقتراع من قبل مجلس المفوضين الموقر ولذلك سيبدأ يوم 15 عشر إن شاء الله اليوم الأول للهرم التدريبي المتضمن التدريب على اجراءات الاقتراع والعدوى الفرز اليدوي والذي يستهدف موظفي شعب البيانات والتدريب في كافه المحافظات وسيكون مركزيا يكون التدريب على اجراءات الاقتراع وكذلك على استخدام الاجهزه وصلنا الى نهايه العمل الان هي اصبحت عمليات لوجستيه وتحضيريه لاجراء الانتخابات في موعدها المحدد. <applause> تلك الاجراءات يسبقها اجراء المحاكاه الثالثه يوم الثلاثاء المقبل. وهي العمليه التي ستستخدم فيها المفوضيه جميع اجهزتها واجراءاتها على نطاق واسع ليكون الاختبار الاخير لها بعد عمليتين سابقتين شهدت بعض الملاحظات. المحاكاة الثالثة ستكون بشكل أوسع ومن خلال معالجة كل المعرقلات أو التوقفات أو الإشارات السلبية في المحاكاتين السابقتين، وبشكل منتظم تواصل المفوضية تسلم الأجهزة والعدد الحساسة وغير الحساسة من الشركات المجهزة لتدخل في إجراءاتها الفنية قبل وأثناء الاقتراع. سجاد الموسوي العراقية الإخبارية بغداد أكثر من 112 بئرا أنجز حفرها من قبل وزارة الموارد المائية خلال العام الحالي لمعالجة شح المياه ضمن خطة النفع العامة أعماق هذه الآبار تراوحت بين الخمسين 500 متر في المناطق الصحراوية أكثر من مئة بئر هو عدد الآبار الجديدة التي دخلت الخدمة من مجموع سبعمائة وأربعين بئرا تؤكد الهيئة العامة للمياه الجوفية إنجازها جميعها خلال العام الحالي ضمن خطة النفع العام هذه الآبار تنفذ لمعالجة شح المياه وزيادة المساحات الزراعية التي تعتمد على مياه الآبار حاليا عدد الابار اللي تم حفرها لاغراض الشح المائي لهذا العام وصل 112 بئر لاغراض الشح ونحن مستمرين، الخطه العامه هي العامه المياه الجوفيه اه ان شاء الله نطمح ان نوصل الى 500 بئر لمعالجه هذه الشح خلال هذا العام، بالاضافه الى خطه النفع العام، خطه النفع العام هي العامه المياه الجوفيه شملت 1000 بئر حاليا وصلنا نسبه انجاز 75%. بالمية. العدد الكلي للابار وصل المحفور لهذا العام هو 858 بر كشحة وكنفع عام ونفع خاص الآبار الجديدة حفرت بأعماق مختلفة تصل كميات المياه من البئر الواحد إلى أكثر من مترين مكعبين في الثانية الأعماق تختلف من بئر لبئر المناطق السهل الرسوبي ما يتجاوز الخمسين متر أو ستين متر بعض في المناطق اللي يكون الصحراوية البعيدة عن مراكز المدن وخصوصاً في الحدود العراقيه السعوديه والحراقيه الاردنيه تجاوز ال 400 الى 500 متر في محافظه ذي قار تقريبا 1700 بئر لحد الان حافري شح مائيه يغلى مائيه ديوانيه محافظه القادسيه محافظه بابل ديالة وتؤكد وزاره الموارد المائيه ان استثمار المياه الجوفيه من الابار المنفذه حديثا هي استراتيجيه جديده تسعى الوزاره من خلالها لتوفير كميات مياه اضافيه للاراضي الزراعيه والاستخدامات البشريه والحياتيه الاخرى من بغداد محمد العيداني العراقي الاخباريه إقبال واسع على ورش العمل ضمن مبادرة ريادة التي أطلقتها الحكومة والتي تشمل تعليم مهن صيانة العجلات والهواتف النقالة وما يدخل في مجال البناء والحاسبات والتعليم مبادرة ريادة التي أطلقها رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني الخاصة بإعداد ورش عمل مختلفة لتدريب الشباب وتعليمهم عددا من المهن هذه الورش تشهد إقبالا واسعا في معاهد التدريب المهنية في العاصمة بغداد مركز التدريب المهني يتكون من 22 مهنة ورش تنقسم إلى ورش تعليمية وورش مهنية وورش ريادية الدورات فيها مجانية صيانة السيارات صيانة الموبايل تأسيسات الكهربائية تأسيسات صحية اللحام النجارة التبريد والتكييف، صيانه موبايل، اضافه الى ورش تعليميه. المتدربون والمتدربات ممن خرطوا بدورات الخياطه والحلاقه، وتعلم الحاسوب وصيانه الموبايل، وتعلم اللغه الانجليزيه، ومهن يدويه اخرى اكدوا انهم استفادوا من هذه الدورات واصبحوا قادرين على العمل في القطاع العام والخاص. إلي فائدة مثلا أني مشروع خاص إنه فكرت إنه أدخل بهاي الخياطة بس استفادت بهواي أشياء تعلمنا هواية أشياء مثل فساتين قلبيات تراكسودات هسه مال الصلاة الحمد لله يعني من نفس اليوم اللي فصلونا ثاني يوم إحنا نحضر دورة حاسوب إحنا طبعا الحاسوب مثل كل الناس تعرف إنه تفيدنا بكل مجالات الحياة هندسة تدريس أي مجالات الحياة وحتى احنا طبعا قسم من اللي خريجين ماكو فرص عمل يعني تتوفر لهم وماكو تعيينات ف يضطر يروح اي مكان يعني يتعين به الاغلبيه يحتاجون انه مبرمج حاسبات وتهدف مبادره رياده الى تحفيز فئات المجتمع المختلفه على التفاعل مع متغيرات سوق العمل والتطور التكنولوجي واستثمار المهارات الفرديه والمواهب والباحثين عن العمل واعدادهم بشكل افضل للسوق الاقتصاديه من بغداد حسام التميمي العراقية الإخبارية وإلى صلاح الدين إذ افتتح وزير العمل وشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي دائرة الحماية الاجتماعية للمرأة لتوسيع دائرة البحث عن الفئات المستحقة وفي وقت أشارت فيه الحكومة المحلية إلى استمرار عمليات البحث لشمول عدد أكبر بإعانات للحماية دائرة الحماية الاجتماعية للمرأة في محافظة صلاح الدين تفتتح من قبل وزير العمل الذي اكد ان حكومه صلاح الدين المحليه نفذت التزاماتها حول بناء دوائر الرعايه الاجتماعيه وتجهيزاتها اليوم نفتح. دائرة قسم الشؤون الاجتماعيه للمرأه، قسم الرعايه الاجتماعيه للمرأه، محافظه صلاح الدين متعاونه كثيرا في هذا المجال، وهو وفقا لقانون 11 لعام 2014، بناء الدوائر الرعايه الاجتماعيه وتجهيزاتها هو من اهتمامات من مسؤوليات المحافظه، لذلك محافظه صلاح الدين واحده من المحافظات التي نفذت التزاماتها وهي تتعاون كثيرا مع دوائر العمل والشؤون الاجتماعيه. العمل المنظم لدوائر الحمايه الاجتماعيه بالتنسيق مع مؤسسات الحكومة المحلية في صلاح الدين أثمر عن شمول أكثر من ثلاثين ألف مستفيد وما زال العمل مستمرا لشمول المستحقين وفق نظام الوجبات المتعاقبة تعاون كبير وتنسيق كبير ما بيننا إحنا كمحافظة وبين دوائر الوزارة و يعني مقر الوزارة نجحنا كثيرا يعني في مهمتنا اليوم هاي البناية من الأبنية اللي مولتها محافظة صلاح الدين تم إكمال البناية حسب المواصفات الفنية تم مسح أكثر من 104 ألف يعني بقى ألف المستفيدين لحد هذه هذا اللي ظهرت اسمهم بحدود 30 ألف مستفيد كما بين انه يعني اداره الوزاره وتعمل على بجهود جباره على يعني حقيقه شمول عدد أكبر من المواطنين؟ أكثر من مائة ألف مواطن تمت عملية مراجعة طلباتهم ضمن حملة البحث الاجتماعي التي تجريها وزارة العمل في أقضية المحافظة سعيا منها لخفض نسبة الفقر والبطالة للعراقية الإخبارية حامد السامرائي الرائي صلاح الدين بسرعه قياسيه وبعد تلقيها بلاغا من المواطنين حررت وزاره الداخليه طفله لم يتجاوز عمرها ثلاثه اعوام تم تعنيفها من قبل زوج والدتها الذي هرب الى مكان مجهول فيما اعلنت صدور امر قبض وتحر بحق المتهم. لم يتجاوز عمرها ثلاثه اعوام تعذب دون رحمه وتعنف على يد زوج والدتها الذي هرب قبل وصول مفارز وزاره الداخليه بعد تلقيها بلاغا بوجود حاله التعنيف في احدى مناطق العاصمه بغداد. تم ارسال الاوراق الى قاضي التحقيق وايصال الموافقات باجراء التحري على موقع الحادث من خلال مصادرنا الشخصيه تم التوصل الى مكان الطفله المعنفه وتم تحريرها مع والدتها ولكن للاسف تم هروب زوج الام الى مكان مجهول تم مراقبته واليوم تم اصدار امر قبض وتحري من قاضي التحقيق للقبض على زوج الام مسببات العنف الاسري تتعدد تعاطي المخدرات ابرزها وفق معني انتشار المؤثرات العقليه جعل هذه الطفله ضحيه ومثلها الكثير يتعاطى المواد المخدرة هذا سبب يعني رئيسي من عمليات التعنيف وزيادة عمليات التعنيف وأيضا هناك التفكك الأسري ومشاكل أخرى تجري أيضا عملية تحليل لهذه الحالات وأيضا هنالك عمليات توعية بخصوص هذا الموضوع كان للمواطن دور كبير من عملية إلقاء القبض أيضا وتحرير الفتاة بسرعة قياسية وفق مختصين فإن تشريع قوانين حماية الطفل والعنف الأسري هو الملاذ الآمن لحفظ حقوق المستضعفين الذين أدى العنف المستمر ببعضهم إلى الموت سجا جاسم العراقية الإخبارية بغداد وفي أفغانستان ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى ألفي قتيل وأكثر من تسعة آلاف إصابة أهلا بكم من جديد في الشأن الدولي والعربي قدمت وزارة الخارجية خلص التعازي والمواساة لشعب أفغانستان بضحايا الزلزال الذي وقع غربي البلاد وتسبب بسقوط أعداد من الضحايا والجرحى وذكرت الوزارة في بيان أن العراق يوجه أو يتوجه إلى أهالي الضحايا بأصدق مشارع مشاعر المواساة في هذه الأوقات الصعبة وأمنياته للمصابين بالشفاء العاجل هذا وارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال العنيف غربي أفغانستان والهزات الارتدادية التي عاقبته إلى أكثر من ألفي قتيل المتحدث باسم وزارة الكوارث جنان صايق قال إن الزلزال أسفر أو أسفر عن إصابة تسعة آلاف وأربعين آخرين وتدمير أو تضرر أكثر من ألف وثلاثمائة منزل بدورها ذكرت هيئة المسح الجيولوجي أن مركز الزلازل الذي أو التي ضربت غربي البلاد كان على بعد 35 كيلومترا شمال غربي مدينة هاراتا وبلغت قوة إحداها ستة بالعشرة على مقياس ريختر وفي الهند ارتفعت أيضا حصيلة فيضانات البحيرة في الهيمالايا إلى سبعة وسبعين شخصا وذكرت سلطات ولاية إنجلترا أنها انتشرت 29 جثة من أماكن مختلفة من ولاية سيكيم من جانبها أكدت شرطة الولاية العثور على 48 جثة أخرى في ولاية البنغال الغربية المجاورة مشيرة إلى استمرار البحث عن أكثر من 100 شخص مسجلين أو مسجلين في عداد المفقودين وفق آخر إحصائية أعلنت وزارة الدفاع الروسية قتل مئات العسكريين الأوكرانيين في الساعات الماضية وتدمير عشر دبابات وعدد من المدرعات في في ليمان ودونسك وزبرجية. أضاف بيان للدفاع الروسية أن قواتها أسقطت مسيرة فوق مدينة إسترا المتاخمة للعاصمة موسكو مع الغرب. مشيرا إلى أن الدفاعات الجوية أحبطت هجوما أوكرانيا على شبه جزيرة القرم. في المقابل أكدت هيئة الأركان للجيش الأوكراني تحقيق قوتها نجاحات في محاور بوخموت وزبرجية وذكر تقرير للهيئة أن القوات الجوية تتوقع عددا قياسيا من الهجمات الروسية بطائرات مسيرة على الأراضي الأوكرانية هذا الشتاء مشيرا إلى أن كييف تواصل استعداداتها لشتاء ثاني من القصف على نطاق واسع لمنشآة الطاقة لديها وفي خبرنا الاخير اكد الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف ان بلاده مستعده لاجراء محادثات مع ارمينيا بشان معاهده سلام محتمله بعد استعاده منطقه كارباخ مشيره او مشيرا الي ان جورجيا ستكون المكان المفضل للمفاوضات علي أثناء زيارته إلى جورجيا انتقد بشدة فرنسا لوعدها بتزويد أرمينيا بالأسلحة مشيرا إلى أن خطوة باريس كانت نهجا لا يخدم السلام بل يهدف إلى تضخيم صراع جديد بحسب تعبيره إذن مشاهدينا الأكارم وصلنا لختام نشرة هذه الساعة شكرا لكم لحسن الاستماع والمتابعة نلتقيكم بإذن الله